يا اما دلوقتي هي سابت الموبايل وقفلته، يا اما هي ايه الاذو جايه. انا خايف يا جماعه. ايه الكلام الغريب ده يا براين؟ مش فاهمه حاجه. ايه ده ايه ده؟ بقينا ماشيين بكحول. انا كده قعدت الكلام كذا مره، يعني دي اغنيه. مش طيب بص يا ماما، الصراحه هي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد، والفيديو النهارده جميل وخطير قوي ومختلف. يعني متهيالي انتم مش هتتخيلوا الفكره النهارده ايه. الفكره النهارده جريئه وجميله وكل حاجه حلوه انتم ممكن تتخيلوها اصلا، لان النهارده هيبقى مقلب في ماما تاني. بس الفكره النهارده مختلفه وجديده وبتضحك قوي، يعني اوعدكم ان هي هتعجبكم. وفيها برضو شخص انتم بتحبوه قوي ومشهور قوي. استنوا معايا اقول لكم هو مين. بس قبل ما اقول لكم هو مين، ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب يا جماعه، عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات تاني زي دي، وتفعلوا الجرس عشان ما تفوتكوش اي فيديو انا بنزله بعد كده، وتكتبوا كومنتس تحت لو عايزيني اعمل فيديوهات تانية زي دي، وقولوا لي اي حاجه انتوا عايزينها في الكومنتس. هدخل على الفكره على طول، عشان ايه؟ مش عايز اتاخر، عشان الفكره لازم اعملها بسرعه قبل ما الموضوع يتغير. بصوا بقى الفكره ايه. اولا النهارده مقلب في ماما، زي ما انا قلت. ماما دلوقتي نزلت تعمل شوبينج، بتنزل متاخر شويه دلوقتي على الساعه 6 عشان الدنيا تبقى فاضيه شويه في السوبر ماركت. انا قلت استغل الموقف ده واعمل مقلب فيها. دلوقتي زي ما انتوا عارفين الترند اللي على اليوتيوب واللي على كل مكان في مصر، الاغنيه بتاعت محمد رمضان اللي هي كورونا فايروس. اغنيه جميله قوي وعاجبه كل الناس وعجباني انا شخصيا، فقلت استخدم الاغنيه دي واعمل بيها مقلب. هتفهموا ازاي المقلب. بصوا، هي ماما ما بتسمعش المهرجانات كتير، فهي انا متاكد ان هي ما تعرفش الاغنيه دي. استخدم الاغنيه دي بقى ازاي؟ انا دلوقتي هبعت الليركس، هبعت الكلمات لماما على المسجز على التكستنج، ومن غير ما اقول لها ان هي دي اغنيه، فكاني انا اللي بتكلم بالكلمات بتاعت الاغنيه. فاهمين يعني بقول ازاي؟ يعني هو انا هبعت الكلمات كاني بكلم ماما وهي مش عارفه ان دي اغنيه. الرد فعلا متاكد هيبقى بيضحك، وممكن كمان ما توقعش رد فعلها ده ايه. فخليكم معايا في الفيديو وما تجريهوش، عشان تشوفوا هيبقى رد فعلها على كل كلمه في الاغنيه ايه. دلوقتي زي ما انتم ممكن شويه منكم عارفين ان انا بصور بالموبايل، لسه ما جبتش كاميرا عشان لسه فاتح القناه، فاضطريت اني استخدم موبايل تاني. الموبايل التاني انا حطيت فيه خط عشان يبقى النمره جايه مني انا، يعني تبقى جايه من براين ما يتغيرش. بس انا عشان بصور موبايلي وموبايلي فيه احسن كاميرا، فمضطر اني ما استخدموش. فانا النهارده معايا موبايل تاني هعمل منه تكستنج، وقدامي اللابتوب عشان اجيب منه الكلمات الصح، ما اجيبش الكلمات غلط. فانا مش عايز اتاخر عشان هي قبل ما تيجي عايزه ابعت لها الليركس وكده، فتعالوا نبعت مع بعض ونشوف المقلب هيمشي ازاي. طيب انا عدلت الكاميرا وطيتها شويه عشان تشوفوني كويس. دلوقتي انا معايا الليركس وهبتدي اقراها وابعتها. عايز اقول لكم حاجه يا جماعه بس عشان تكونوا فاهمين، ان انا وماما عامه يعني تكست لبعض، يعني باللي هو الانجليش مع العربي، اللي هو الكلام اللي هو بالعربي بس بالكتابه الانجليش، يعني ما بنتكلمش مع بعض بالكتابه العربي ولا بالكتابه الانجليزي على طول، يعني هو على طول هتشوفه يعني. فانتوا لو مش فاهمين انا هقراها برده عشان كله يفهمني وهو بيتفرج، ماشي؟ طيب اول حاجه، طيب انا اول بعت لها ماما عشان ايه؟ يعني شكش في اي حاجه، انا كاني بكلمها عادي، كاني مثلا بطلب منها حاجه تجيبها من السوبر ماركت، ماشي؟ هي ردت قالت ايوه يا حبيبي. طيب اول كلمه معانا او اول جمله هقولها، انا البرنس، انا جنتلمان، انا البرنس، انا جنتلمان. اكتب لها كمان اللي بعدها على طول، كمان ما بلبس وجلافز كمان، كمان ما بلبس وجلافز كمان. هي اصلا الحلو في الاغنيه دي ان هي عن الكورونا وهي نازله وكده، فهتفتكر ان انا بكلمها يعني عن الكورونا. شوف هترد تقول ايه. يا رب بس ترد على طول، لان ماما عامه بتاخد وقت عبال ما ترد. هي بعتت كويشن مارك اللي هو علامه استفهام، انت بره؟ طيب دلوقتي ارد عليها باللي بعده على طول، سلامي من بعيد من غير احضان، سلامي من بعيد من غير احضان. استنى اشوف هترد تقول ايه. انت مع مين؟ يعني فاكران يعني انا بقول لها يعني هسلم على ناس من بعيد من غير احضان. استنى طبعا ابعت لها اللي بعده، كورونا فيروس انا كده في امان، كورونا فيروس انا كده في امان. لسه كتبتش. يا اما هي بتعمل شوبينج يا اما سايقه، عشان كده ما بتردش على طول. هي ردت قالت طب حبيبي خد احتياطاتك. افتكرتني بقول طب حبيبي خد احتياطاتك، مش عارف اقول ايه. اللي بعده، انا البرنس، انا جنتلمان، كمامه بلبس وجلافز كمان. قلتها تاني يعني، يا رب بس ما تفهمش ان دي اغنيه، عشان عدت الكلمه كذا مرتين يعني ورا بعض. يا رب ترد على طول. هي ردت براين انا سايقه في حاجه مش فاهمه بتقصد ايه. براين وكذا علامه استفهام، يعني قلقت يعني مش فاهمه في ايه، افتكرتني بغلس عليها يا اما قلقت عليا. ارد عليها على طول بالليركس ولا اقول لها لا؟ الفكره كمان النهارده ان انا مش هغير موضوع الليركس خالص، يعني انا هفضل بتكلم في الليركس حتى لو ايه، مش هغير الكلمات. خايفين عليكم من اللي بيحصل وبنشوفه. ردت على طول كتبت مين اللي خايف، ربنا يستر يا حبيبي.
بتقول مين اللي خايف ومنين بتقول ربنا يستر، يعني تسألني وبرضه مشيت معايا في الحوار. انا اسف ان ده تاني مقلب اعمله، وباء وحل علينا ومش عايزين ظروفه ومش عارفين ظروفه، قصدي يا اما دلوقتي هي سابت الموبايل وقفلته، يا اما هي ايه الاف وجايه. هي ردت قالت طب انا قربت اجي بس في حاجه امورد يعني انا قلقانه، يعني هي قلقت، ما هي مش فاكراني اني بهزر خالص، مش على بالها. عقم ايدك قبل ما تسلمي على اللي جنبك، بس انا هقولها قبل ما تسلمي مش قبل ما تسلم، عشان ما تفهمش ان انا بكلم يعني حد راجل، عشان ما تفهمش ان هي هزارة. فانا قلت ما تسلمي، ابتدت ترد على طول انا ما فيش حد جنبي، هو في ايه؟ ماشي اللي بعده، يلي بتسلم ما تخليش العشم قتلك. انا خايف يا جماعة، حرام اصلها قلقت، عملت كذا علامة استفهام. ايه الكلام الغريب ده يا براين؟ مش فاهمة حاجة. اولا انا قلقتها قوي، يعني عشان انا عارف ماما كويس، ماما كده قلقت قوي عليا، وهي اصلا ما كانتش تعرف ان انا هخرج، يعني متهيألي افتكرتني ان انا هخرج، ان انا خرجت. فمن غير اي حاجة هبعت على طول الكلام اللي بقولي انا حامي بيتي وعيالي. يعني انا كده يا جماعة كأني ايه، خايف عليها هي ولا بديها هي، بوجه ليها هي الكلام، فاهمين؟ كورونا هنا رسمي، كورونا هنا خصم. هي قالت براين رد، بعد ما بتتكلم رد ولا لا؟ اصل انا لو رديت هتعرف ان هو مقلب، فانا لسه يعني الموضوع لسه مسخنش، انا عايز ايه لسه يعني اخدها اكتر، فانا مش هرد. بصوا انا مش هرد خالص عشان تقلق اكتر، لو كنسلت هتعرف ان انا بكنسل عليه. ماشي قالت براين رد، ليه ما بتردش عليا؟ بصراحه ما غصب عني مش قادر ارد، لان انا لو رديت هبوظ المقلب، وايه المقلب ماشي حلو قوي لحد دلوقتي، ربنا يستر. ايه ده ايه ده، بقينا ماشيين بكحول، ايه ده. بعتهم مسجات كتير عشان ايه يبقى عندها في الموبايل في نوتيفيكيشنز كتير، وايه تقلق انت تردش يعني استنت كتير يا جماعه. تقلق يعني انا بفكر اني اقولها على طول دلوقتي، لان حرام يروح تعمل شوبينج، ودي متهيألي تاني مره اللي هي تخرج تعمل شوبينج، يعني فايه حرام يعني بوظت لها الخروجه. هي ردت قالت ما هو الكحول ده مهم جدا فعلا، بس مش فاهمك يا براين. تالي يا جماعه ان الرياكشن بتاعي بتاع اي ام لو انتوا بعتوا لامهاتكم كده، هتتخض كده وتقول نفس الكلام اللي هو ايه، بتحاول تفهمك الصح، بس برضو في نفس الوقت مش فاهمه انت ليه بتقول الكلام ده. مش عارفه هي تكتب حاجه تانية ولا لا. زي ما لقينا له اسم بعون الله هنلاقي له حل. هي ردت بايموجي، شايفينها قدامكم في الفيديو. ماما دام ردت بايموجي يعني معناها زهقت، ما دام ما بتردش بالكلام يبقى زهقت تتكلم تاني. خايفين عليكم من اللي بيحصل ونشوفه، وباء وحل علينا ومش عارفين ظروفه. انا كده عدت الكلام كذا مره، يعني انا كده متهيألي المفروض يعني يا ماما انك تفهمي ان دي اغنيه، بس زي ما قلت لكم ما بتسمعش المهرجانات خالص، ده اول كمان دي اغنيه جديده يعني متاكد ان ما سمعتهاش قبل كده. قالت ام كومينج ناو، انت في البيت، وكذا علامه استفهام. انا البرنس، انا جنتلمان، كمان ما بلبس وجلافز كمان، سلامي من بعيد من غير احضان، انا كده امان. يا ترى هتقول ايه؟ يا رب ترد. يلا يا ماما ردي بقى، بقالها كتير ما بتردش يا جماعه، مش عارف. يلا يا ماما تتكلم تاني يا جماعه، بص انا هرد خلاص كفايه، عشان اصلا كده كده الاغنيه خلصت. ايوه يا ماما. الو ايه يا حبيبي؟ الو براين، في ايه براين؟ انا البرنس، انا جنتلمان. ايه الكلام الغريب ده؟ كمامه بلبس و جلافز كمان، سلامي من بعيد من غير احضان. يعني انا كنت بعمل شوبينج خليتني كورونا فيروس، انا كنسلت وجاي، انا اتخضيت اللي جبته وجاي راجعه لك، انا اتخضيت عليك، في الكلام الغريب ده؟ كورونا فيروس، انا كده في امان. ماما ماما ماما، تعرفي محمد رمضان؟ ماله محمد رمضان؟ الممثل والمغني. ماله؟ اولا بتسمعي مهرجانات؟ اللي هو مهرجانات يعني ايه مهرجانات؟ اللي هم الاغاني الشعبي. إيه؟ الاغاني الشعبي. لا يا ابراهيم، تعرف انا بسمعش اغاني، نادر ما بسمع اغاني. صوتك متضايق. طيب بص يا ماما، الصراحه هي الصراحه حلوه. بص ده كان مقلب على اليوتيوب بتاعي، تاني مقلب ليكي في القناه. مقلب ايه؟ بيسكلي كانك كنت بتكلمي محمد رمضان، مش بتكلمي ابنك براين. ايه
يعني او الكاتب بتاع محمد رمضان بتاع الاغنيه. بص دي اغنيه مشهوره قوي. دي اغنيه مشهوره قوي. يعني لسه نازله ومشهوره ترند. فانا قلت اعمل اكتب لك الكلام بتاعها كاني انا بكلمك، بس ده الكلام بتاع محمد رمضان. انا بقول انها اغنيه عايزه يعني اقول لك ازاي. ما هو ده المقلب. مقلب. انا اسف ان ده تاني مقلب فيكي. طب استني قبل ما تقفلي، قبل ما تقفلي جبتي الشوكولاتة باللبن؟ متهيألي جبتها، بس في حاجات ما جبتهاش. تاني مرة يا ابراهيم، بس انا هعمل فيك مقلب بقى المرة الجاية. لا لا لا، باي باي، تيجي بالسلامة. انا جاية لك بقى، يلا افتحي بقى واستعدي. يلا ماشي، باي 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 باي. طيب يا جماعة، زي ما انتوا شفتوا المقلب نجح قوي، والحمد لله ان هي ما اكتشفتش وكانت متقبلة المقلب. عشان كده انا بعمل مقالب في ماما، عشان هي يعني مش بتزعل من الحاجات دي. فانتوا لو عايزين اعمل فيها مقلب تاني، او عايزين اعمل حد تاني في عيلتي ولا اصحابي مقالب، قولوا لي في الكومنت. ولو عجبكم المقلب ده ممكن اعمله في حد تاني ما يكونش متوقع برضو. دي برضو الاغاني اللي ممكن تكونوا عايزين نعملها. خلاص بقى كده الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب يا جماعة، عشان لو هعمل فيديوهات تانية زي دي ما تفوتكوش. وتفعلوا الجرس عشان ما تفوتكوش اي فيديو انا انزله بعد كده. خلاص بقى كده، يلا اشوفكم في فيديو جديد. يلا مع السلامة.